بعد نسي قدام عيونكم جاي الشباب ترجعوا الواحد وبعد حتى ما حد يصير تصادم وياهم. اليوم البارحة أذونا كلش، عندنا 252 جريح بس بداخل الطبابة، بس الطبابة اللي بالساحة نفسها 252 جريح. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة رافدين حتى نسمع بآرائكم، نسمع باتصالاتكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي راح نطرحها. الشعب العراقي والمواطن العراقي يعرف أنه العراق هو مو بمشكلة واحدة بس، من 2003 إلى يومنا هذا احنا مبليين بمجموعة مشاكل، واحدة من هاي المشاكل واللي هي الأساس لكل مشكلات العراق هي آفة اسمها الفساد. الفساد بالعراق ما دخل بباب واحد، ما دخل انه مثلا اكو رشاوة او اكو محسوبية او اكو تمييز بين طائفة وطائفة او اكو سرقات او اكو عقود وهمية او فضائية، لا، الفساد موجود حاليا في كل شيء. وصل الفساد الى انه الحكومة العراقية اللي تشكلت قبل شهر واللي تزعمها مصطفى الكاظمي، واللي البعض قام يفرح ويهلل ويقول مصطفى الكاظمي هو رجل المرحلة، والبعض فرح وقال مصطفى الكاظمي راح يحل لنا مشاكلنا. طبعا هاي الآراء احنا سمعناها هواية بعادل عبد المهدي بحيدر العبادي وبنور المالك بكلهم، يا هو اللي يجي ويطلع يحكي تصريح واحد، يجي المواطن العراقي لأنه قلبه أبيض ويصدق بالمقابل، عمره ما كذب بني آدم، يقول هو هذا، لكن الأفعال بعد ذلك تثبت لنا أنه هذا الشخص على شاكلة اللي قبله. اليوم مصطفى الكاظمي أثبت للناس أنه هو أسوأ من اللي قبله مو مثله. مصطفى الكاظمي إجا للحكومة وأعلنوا أنه الخزينة فارغة، فدي قام يتخذ إجراءات حتى يوفر بعض الأموال على من مال؟ على ابن الخايبة. طلعوا قرار الراتب يتوزع كل 40 يوم، طلعوا قرار استقطاعات لفلان جهة ولفلان جهة، وهسه عندنا رواتب المتقاعدين همينة طبوا عليها بالخط. أولا اللي لازم يعرفه المواطن العراقي حسب التقارير اللي بحثنا بها بهذا الخصوص، انه الراتب التقاعدي هو شيء سيادي للمواطن، ما من حق الدولة تتصرف فيه. ليش؟ لانه الموظف او الشاب الخريج باول يوم يتعين وباول راتب يستلمه يقتطعون جزء من راتبه يروح الى صندوق التقاعد، حتى من يوصل الى سن التقاعد حسب الدستور والقانون بعد 20 سنة او اكثر، والمدة الاصغرية 20 سنة، يطوه من اللي جمعه راتب تقاعدي. فهذا الصندوق هو مو من الموازنة، هذا الصندوق هو ما جاي الدولة دعمه بالشعب، هذا الصندوق أني وأنت دنحط بيه فلوس حتى باكر عقبه لما أني ما يصير عندي شغل الفلوس تجمعتها يم الدولة تقول لي هاك ياها، فيقتطعوها على شكل رواتب ويصير راتب تقاعدي. لما نستلم مصطفى الكاظمي اكتشف انه عادل عبد المهدي قلب بالدخل، صندوق التقاعد فارغ، فيردون يعطون رواتب تقاعدية. اول شغلة اتأخرتوا بالراتب التقاعدي 10 ايام، هاي واحد. ثاني شغلة نزلوا نسب مال اقتطاع من الراتب التقاعدي من 10% اذا 600,000 دينار الراتب الى 15% اذا كان مليون، ورواتب الموظفين دا يقتطعون من أدهل لأنه دا يوزعون كل 40 يوم، ففعليا الموظف دا يستلم 9 وأكو 3 أشهر طرح
ترك. إضافة إلى ذلك أكو العقود اللي ماذا يستلمون أجورهم. إضافة إلى ذلك العاطلين عن العمل. فإحنا لا صندوق الرعاية الاجتماعية ممول من الدولة، ولا صندوق التقاعد سالم من عندهم، ولا رواتب الموظفين سالمة من عندهم، ولا أكو شيء من 2003 إلى اليوم بحيث أنه المواطن العراقي يقول دولة سووا لي شيء. جيبوا العراق من زاخو إلى الفاو، شوفوا مدارس العراق راح تلقوها قديمة قبل ما يجون هم على ظهر الدبابة الأمريكية، بس رمموها إذا رمموا بعض منها. بل في بعض المناطق هسه أكو مدارس طينية، يعني رجعنا إلى ما قبل السبعينات. شبكة مياه الصرف الصحي من السبعينات، تمطر الدنيا تفيض الدنيا. كهرباء الناس جار على الويل، وإحنا طبينا بصيف ودرجات الحرارة عالية جدا ببغداد. أما بالبصرة الله يعين الناس، والله يعين الفقير اللي ما يقدر يروح يسحب أمبير أو أمبيرين من المولدة حتى يوفر كهرباء لبيته ويشغل بانكه ويشغل مكيف. زراعة صفر. عندنا اتصال. حسام من بغداد، حياك الله يا حسام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيب قلبي، تفضل أخوي. بالبداية طبعا نرحب بقناتكم بالكادر، حياك الله. مشاهدين الكرام، تعرف تفاجئ اليوم المتقاعدين بقطع رواتبهم. نعم. طبعا المفاجأة أول، يعني أولا الراتب صار كل 40 يوم. نعم. انطلاق الراتب يصير ساعة 2 بالليل، يعني 2 بالليل تجيك المسجات انه انت انطلق راتبك التقاعدي. نعم. مثل ما تعرفون انه احنا يعني حضر تجوال في بغداد والمحافظات سمحوا الاهل الصيرفة انه يفتح من 8 الصبح للخمسة العصر. فانت اذا الراتب من ينطلق مثلا ساعة 3 الظهر 4 الظهر اصلا المواطن ما ينفس. نعم. هاي وحدة. نجي للاستقطاعات اللي صارت. الاستقطاعات اذا ناخذها من ناحيه قانونيه، نعم، فراح نشوف انه بالدستور مال 2005 انه الماده رقم 28 تنص انه الضرائب ما تفرض الا بقانون. زين. واذا انفرضت، اذا انفرضت فما تمس اصحاب الدخل المحدود. طبعا زين. كلمه هاي الدخل بس المحدود، بس تعريف لكلمه يعني الدخل المحدود حتى نعرفها. هذا الدخل المحدود، يعني أنا سمعت أكثر من 12 نائب بالبرلمان وأكثر من مسؤول ماذا يوصفوا الوصف الصحيح. يعني هل هو أنه الـ 500 هو دخل محدود و501 مو دخل محدود؟ ألف دينار، يعني وهذا الفرق، يعني اللي راتبه 500 يعتبروا من الدخل المحدود ما يقطع منه، الـ 501 يعتبروا مو دخل محدود يقطع منه نسبة 8%. طبعا اللي استلم راتب من 500 الى 600,000 قطعوا 8%. 87 مثل ما هم نزلوا بالجدول. لا العفو، من 500,000 الى 600,000 ايه قطعوا 8% من الراتب. قطعوا 8%، يعني هسه انا اللي افتهمه من عندك واللي افتهمه المواطن، انت قلت 1000 دينار هي الفرق ما بين الدخل المحدود والغير محدود. إيه؟ يعني الفرق ما نحسبها 1000 دينار، كيلو طماطه بالضبط. تمام. يعني انا عندي 501 راتبه 501 قطعه صار تقريبا 550,000 في شيء، يعني 40,000 في شيء قطعه منه، واخوه 500 ياخذ ما قطع منه. تمام. يعني هاي ال 1000 دينار معقوله هي تفصل هاي الكلمه اللي هي بالدستور مذكوره انه هذول ما تمسوهم. هاي طبعا اضافه الى انه اكو بال 2007 قانون الضريبه اللي يقول انه المتقاعدين ما تفرض عليهم الضريبه. طبعا هذا قانون رقم 1. يعني اخ حسام، بما انك يعني عندك معرفه كبيره بهذا الموضوع، يعني قضيه الرواتب وخصوصا يعني صندوق التقاعد،
شنو الإشكالية اللي موجودة حالياً في دائرة التقاعد بخصوص صندوق التقاعد؟ صندوق التقاعد طبعاً حالة أخرى، يعني طبعاً تعرف المتقاعد هو يعني أو أي موظف إنه من يستلم راتبه هو ما يعرف يعني مثلاً يعني شلون تقول، المهم هو يجي يستلم بس شلون انطلق شلون إجى، يعني يجوز بالبداية يدور هاي الشغلات وبعدين يتركه مجرد إنه ما يستلم المبلغ. نعم. تفاجأت أنا البارحة إنه يقول تم تمويل الرواتب وبانتظار صندوق التقاعد وهيئة التقاعد لانطلاق الراتب. يعني هسه صندوق التقاعد يختلف عن هيئة التقاعد؟ ما أعرف. يعني هو أنا هذا السؤال، شنو الفرق ما بين الهيئة والصندوق؟ إيه، صندوق التقاعد هو المفروض المبالغ تجمع من الاستقطاعات اللي للموظفين على مدار السنوات. نعم. يعني بحيث هو الشخص من يجي يطلع تقاعد مكافأة نهاية الخدمة مالته موجودة اللي هي 12 راتب كامل، إضافة إلى أنه يجي ياخذ راتبه هو مسيطر، يعني هو أصلاً مطل الدولة، يعني فلوسه بده ترجع له. طيب. بال 2019 الدولة حتى تسيطر على موازنته اقترضت من هذا الصندوق. نعم. اقترضت منه مبالغ، هاي وحدة. السجناء السياسيين هل مسموح دستوريا الاقتراض من هذا الصندوق؟ يعني مو لا ما مسموح، مو يعتبر صندوق التقاعد هو صندوق سيادي؟ بالضبط، هاي مخالفة. واللي زاطين بلة طبعا انه السجناء السياسيين تم صرف لهم حقوق تقاعدية حسبوها على هذا الصندوق. طيب اخ حسام، يعني انا بس اريد اسألك سؤال، البرلماني تقاعده هذا الكبير جدا هم يستقطع من عنده من الراتب ويجي ياخذه بعد 5 سنوات ويستمر عنده مدى العمر؟ هسه البرلماني بالقانون يقول له 6 شهور ويطلع لاي سبب. تقاعده 80% من الراتب الكلي. طبعا الراتب الكلي الرسمي ما عدا المخصصات 10 ملايين. 80% يعني 8 ملايين. 8 ملايين يعني اللي دخلوا بالجمعية الوطنية بال 2003 و4 هم لحد الآن يستلمون 8 ملايين. طيب هذا يعيش ملك طول عمره بعد ما يفكر يشتغل. بالضبط. فما داعي، ولذلك راح تشوف اللي كان بال 2005 6 شهور وبعدين صار البرلمان ما حاجة يرشح بعد، هو 8 ملايين وبجيبه، ليش يرشح؟ ما يرشح ويتعب روحه. نعم. زين؟ نعم نعم نعم. ونفس الشيء اكو هواية هسه اللي يعتذر مثلا أو ينسحب ويجي شخص بمكانه مهما كانت المده. يعني تصرف له حقوق تقاعديه وبعد ما انقطع يعني صارت الاستقطاعات من المتقاعدين تطلع اللجنه الماليه البرلمانيه تقول هذا الاستقطاع هذا شلون؟ لا طالع من مجلس الوزراء ولا طالع من مجلس الوزراء. تصريح عبد الهادي السعداوي اللي تطرح له انه استقطاع رواتب المتقاعدين اجراء غير قانوني ولم يصدر به اي امر. لعد شلون دا يقصون من المتقاعدين؟ هذا السؤال المهم. زين، مجلس النواب اليوم صوت بالإجماع نعم إنه الاستقطاع ممنوع عن الموظف المتقاعد وراتبه خط أحمر وبأي شكل من الأشكال، وصوت عليه بالإجماع. بعد ساعة من تصويت طلع أستاذ طارق حرب القانوني قال مجلس النواب ما من حقه يصوت لأن هو تشريعي، ما من حق التشريعي يعني يملي أوامر على التنفيذي. لحظة 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 بس من رخصتك، يعني هو أنا راح أضحك، يعني هو العدد التشريعي شنو شغله؟ هو مو التشريعي يشرع قوانين والتنفيذي ينفذ قرارات وقوانين التشريعي؟ ينفذ. طارق حرب يقول التشريعي ما يقدر يأمر التنفيذي، يعني ما يقدر يقول يعني بالعراق لازم بالعكس. بالعكس، هو طبيعي المفروض القرار يطلع من مجلس الوزراء يروح للبرلمان يصوتون عليه، هذا السياق الطبيعي معلوم. السياق الطبيعي. زين انت من تقطع يا اخي المجلس الوزراء يقول اني ما منطق قرار، البرلمان يقول انا ما شايف وثيقه تقول اقطع، اللجنه الماليه تقول انا ما شايفه، النواب يقولون ما شايفين. هل العدل الامر من وين صدر؟ هو هاي المشكله، لذلك اللجنه الماليه دزت على هيئه التقاعد وزاره الماليه. ها طبعا بالمناسبه القانون يقول هيئه التقاعد لها حق ولا وزاره الماليه لها حق انها تقطع بدون امر. طيب طيب وصلت الفكره. فهسه اللجنه الماليه نعم اللجنه الماليه تريد تدز على وزاره الماليه
وتدز على هيئه التقاعد تريد تعرف منو صاحب هذا القرار اللي على اساسه انه من ال 500 لل 600 قصوا 8%، من ال 600 للمليون قصوا 10%، وما بعد المليون 15%. نعم زين. هاي شغله. الشغله الثانيه، قبل سنه واكثر صدر قرار انه الشخص الموظف او المتقاعد اللي راتبه مليون ونص تحجب عنه البطاقه التموينيه. فاعتقد هاي كل الناس تعرفها. نعم. يعني اللي راتبه مليون ونص حتى لو كان رب الاسره او كلها تنقطع عنه. زين؟ هسه اللي شخص اللي راتبه مليون ونص وراح تقص منه 15%. ايه. راح تقل 200,000 راح يصير مليون 300، يرجعوا له الحصه؟ سؤال جميل. شكرا. أنا جدا شاكر اتصالك أخ حسام، يعني بينت لنا هواية من النقاط اللي ما كنا نعرفها بهذا الخصوص. ووجه السؤال أنه يعني اللي راتبه مليون ونص إذا قطعوا من عنده 200,000 اللي هو 15% أنه يرجعوا له الحصة لو لا، فيعني ما أعرف شنو أحكي بعد اللي قلته. بس يعني إذا هو يقولون أنه السلطة التشريعية ما من حقها، فبعد يعني ما نقدر نحكي كلمة ثانية. أبو كريم من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم استاذ ازل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا اخي استاذ ازل، احنا مو بحال الرواتب هسه. قول. احنا مو بحال الرواتب من صارت 2000 هذا اليوم. مو بحال الرواتب، احنا بحال عراقنا وبحال كرامتنا. يعني احنا صار ساعه هذا الاخ من بغداد حال الراتب، احنا بحال استقطاع. هذا ما عندهم الدوله، هاي مو دوله يا اخي. هذه مو دولة، دولة إيرانية. أبو كريم، أنا وياك بكل الدولة. نعم. لكن أنه يعني برنامج صوتكم، إذا شفت حلقات البارحة وقبلها نحاول نناقش جميع يعني قضايا الفساد فاهم بالعراق. والله فاهم. جميع قضايا الفساد نحاول نبين للناس أنه البارحة الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي شنو الفساد البيئي، اليوم بدنا نحكي الفساد المالي بالحكومه العراقيه، غدا راح نحكي في قضيه اخرى، حتى شنو نوعي الناس انه ذولا مو بمكان واحد بس، انه ذولا بكل شيء دا يشتغلون فساد. مفهوم. نعم. على عيني وراسي. بس احنا هذا اذا ما فهم الوضع العراقي لحد الان. نعم. اذا ما فهم الوضع العراقي لحد الان، شو وقت يفهم؟ نعم. ايش وقت يفهم؟ انا دا امشي على فلوس هسه، دا امشي على عرضي وشرف وديني وغيرتي عراقيه. احنا صار لنا اليوم 20 سنه بالشوارع متذابحين احنا وامريكا. امريكا وخرت على صفحه، جابت لنا هذول يهود العرب. هذول يهود العرب الفارسي القذر. احنا هسه هذا اذا ما فاهم لحد الان، والله ما لا تحكي وياه، صار نص ساعه وياه ما فاهم الموضوع هذا، شو وقت يفهم؟ اخي ازل سلم لي على ربعنا البرنامج مالكم كليتنا. نعم. الوضع احنا هسه اصعب الاوضاع، يعني بالبدايه من 2003 كنا لحد 2010 براحه. يعني صحيح حكا، صحيح نضرب، صحيح نجي، صحيح نودي، صحيح كل شيء سوينا، بس هسه اصعب الايام. طيب ابو كريم، ابو كريم انت تقول. نعم. انت يعني. نعم. انت دا تعتب على البرنامج انه دا يعالج هاي القضيه صح؟ لا ما اعتب على البرنامج، لا والله ما اعتب. نعم. بس اللي دا يخابر هذا دا ياخذ وقت، واحنا هذا الوقت ما يفيدنا. وياك، لكن انه هو طرح لنا امور دا تصير بالدوله احنا ما كنا نعرفها. انقطع ابو كريم، شكرا لك. يعني انت تقول هو دا ياخذ من وقت البرنامج، انا لما اطلت الاتصال بالاخ حسام من بغداد لانه وضح لنا كثير من القضايا انا ما كنت اعرفها، وجوز هوايه من الساده المشاهدين ما يعرفوها، فحتى نحط ايدينا على الجرح ونعالج الموضوع بشكل كامل اطلت الاتصال وياه. يعني اعتذر منك ومن الساده المشاهدين اذا شافوا مده الاتصال طويله. لكن أبو كريم أرد أسأل سؤال إلك أو إلى جميع المتصلين راح يتصلون وكافة الشعب العراقي. أنت تقول مشكلتنا وطن، وأنا وياك. العراق مبيوع. العراق مبيوع. مبيوع الأمريكا ومبيوع الإيران، خلينا نكون صريحين. زين، اللي باعه عن طريق شنو؟
هو عن طريق الفساد، الفساد المالي والفساد الإداري والفساد بتهيئة الأمور لانتهاء الزراعة وقتل الزراعة العراقية وقتل الصناعة المحلية العراقية وقتل المنتجات العراقية وقتل كل شيء اسمه صنع في العراق. حتى النهر ملوث، حتى المي اللي دا يوصل للناس ملوث. كهرباء لما اجى حسين الشهرستاني وطلع على التلفزيون وقال اني اوعد الشعب العراقي خلال فتره قصيره جدا بعد ماكو استقطاعات، متنعم الشعب العراقي بكهرباء؟ لا. شوارع بالعراق مثل وادم اكو؟ لا. بنايات متهالكه، خروقات امنيه كثيره، كم من انفجار وانفجار وراحوا بناس قيامه الله، وكم بريء راح بانفجارات الشعب ما له دخل بيها، وكم مشكلة ومشكلة صارت بالعراق نتيجة الفساد. فإحنا دا نعالج هاي القضية ودا نعالج القضية الثانية ودا نعالج القضية الثالثة حتى نلم كل قضايا الفساد ونخلي الشعب العراقي يعرف ذولا شنو. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذ يا محترم. أولا خطية وحرام وحرام وخطية، ولا يجوز خصم المعاش المتقاعدين، معاشات المتقاعدين يا أستاذي. أيضا يا أستاذي لا نخلو أيضا إحنا من الفساد الإداري والمالي والفني يا أستاذي، وكذلك يا أستاذي بالنسبة إلى الرشوة والأتاوات مخالفة للدستور والقانون وغسيل الأموال كذلك يا أستاذي. وكذلك العراق ما محتاج مساعدات من أي قطر لأنه لديه مخزون مليارات لا تعد ولا تحصى. ولكن يا أستاذ إحنا أيضا نشعر بقلق وغير مرتاحين، وقفنا شر كورونا وفروخها، وأعطوا الرئيس الوزراء الجديد مهله كي يشتغل ويعمل. تحياتي لك يا أستاذ يا محترم، وشكرا للقناة. شكرا شكرا جزيلا لك. أبو محمود من الأنبار حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. سلام، شلون عم؟ هلا بيك. شلونك أخوي العزيز؟ القناة الشريفة، القناة الشريفة، ما نقول قار القناة الشريفة، البحر الحق، الحق الإنسان المظلوم. نعم، واجبنا هذا تجاه الشعب العراقي وتجاه بلدنا. واجب، رحم الله والديك. فإحنا أريد اليوم هسه محمد الكربوني طلع على المعتقلين الرزازة والمعتقلين الصقلاوية، يقول ما عندنا معتقلين ولا عندنا سجون سرية، فولدنا وين راح؟ مش خير محمد الكربولي السعانة علينا؟ شنو هو الخير محمد الكربولي؟ أخذ الصفقة مالته، استلم الصفقة اليوم، على شنو محمد الكربولي يقول ما عندنا مخيبين احنا ولا عندنا سجون سرية؟ هسه انا اعطيه على بلاد السومرية، على شنو يقول ما عندنا عدل؟ ولا وين راحوا لعدهم القاع؟ استاذ الله يخليك، احنا ما لناش دخل قناتكم الشريفه، ما لنا شهر المظلوم، صوت المظلوم، ما حيطلع صوت المظلوم غير قناتكم الشريفه. فاحنا نرجو من قناتكم الشريفه نقول لمحمد الكربولي، يا محمد الكربولي انت غلا، انت غلا بالناس، ولا ما يقول ماكو مغيبين، يقول والله احنا عندنا 45,000 سجين، وينهم؟ يا له ما قالوا ولدنا راحم، راحم ال 45,000 سجين، وينهم؟ ما عندهم ابهات؟ ما عندهم امهات؟ يقول احنا ما حد، حتى الله ما ينصرنا، كم قال المظلوم المسلم مظلوم، عجل ما تعرفوا انه مظلوم، ليش ما تطلعون ولادنا؟ استاذ امين، وليش ما تطلعون ولادنا؟ على شنو؟ انهم يقول النشتك يشترونهم اهلهم، ما غالب عم نشتريهم احنا، بس عيب علي هو قاعد بالبرلمان ويقول هاي السوالف، يعني عيب علي والله حق افتح ما يطلع على القناه وطلع على قناه السومريه، على شنو هو؟ على شنو واحد الولاد وين راح بعدهم القاع؟ اليوم بنته تدور بجيب، يعني شايلها ويا مالته ومالته، تقول له جدو ليش ما تروح تجيب ابويا؟ ابويا ويتاه؟ مو تقول ابويا بغداد؟ عفوا عمر الشهر وتقام الدور بالهوية، قال ابن ليش تجي انا؟ مو انا منهم؟ عمي والله وانت مو امريكا، السياسيين السنه هم امريكا، ما بهم واحد شريف، والله ما بهم واحد شريف،
نعم. والله ما في واحد قاعد ولا الميت هو شريف. والله استاذ عبد الله ما في واحد قاعد على حرب البلد. نعم. كل الغراب من سياسيين السنه. والله واحد يضرب على الله ومن عندكم انا عندنا دفعه وعد على الاعتماد الشريفه ان شاء الله الله يستغفر عندهم كلهم. ان شاء الله الله يستغفر عندهم كلهم. ان شاء الله مثل ما قبل سنوات. شكرا 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 لك ابو محمود. ابو ياسين من دياله حياك الله. حياك الله اخي اغل. حياك اخي اغل. اليوم 10/6 سقوط الموصل وما شاء الله على الحكومه طلبات عليهم يحكمونهم سنتين اللي باعوا الموصل من ضمنها الموقوفيه واليوم رجعونا على المتقاعدين رواتب الموظفين. اخي اغل. نعم. هو المتقاعد هو لا خلفت عليهم هو راسه من صندوق التقاعد ما مثل على الميزانيه والرفحاويين 25 سنه ياخذون كل شهر 1,200,000 يعني يقول ذاك اليوم هذا كاظم ابو السياسيين يقول هاي الديه 360 مليون يا عالم يا عراقيين الرفحاويين الديه مالته 360 مليون ياخذ ما 25 سنه. والله العظيم ادلكم الله حتى طلعوا رفات حمير سموهم رفحاويين واخذوا اليوم منهم مقام الدعم الجماعيه. هذا اليوم اللي هو راح توصل العراقيين. ولقب محمود انت قلنا تقبل الله العظيم انت هاي حروبتك يعني شو اقول لك قنابل. هذه هي الحمى من الرجلين. هاي السياسيين السنه وصلوا مع الاسف كان محمد عبد القادر وزير الدفاع الميليشيات تذبح بين الموصل والانبار وكانما ما يحكي كانما هو قايم بعد بما ما يدري ايش يصير والميليشيات كيف تذبح؟ نعم السنه الماضيه اخذنا ما شاء الله ابن صلاح الدين ابن الشرقاط جمعنات طلعنا بوجه اسود الله وجه اصلع بس هذا يمكن ما صدقت به امه لانهم اللي يقول اهل السنه دواعش 80% يقول ذول السنة المتطرفين ويقول المناطق الغربية هذا هم دواعش هذا واحد من عندنا قبله كان هذا النهاية يقول أدجم قنبلة من إيران وامحى بها الأنبار هو ابن الأنبار. أخي هذا ناشد أن الغربية صورة عامة لازم توقفون ضد هاي السياسي اللي تمثلكم وتسقطونها قبل الحكومة لأن هذول أغزل وأنقص من الحكومة لأن هذول مستفادين هم لو عندهم غيرة وشرف هم اصلا ما عندهم تمثيل بالحكومه بس يعلفون لهم علم ما عندهم خلاص ما تعب خلاص وسائر مال محاوره مع الامريكان هم استبعدوا والسنه شوف وبعدين انت قول لهم هاي اللي انت قالوا نستبعد موازنه 2020 راح يقرون موازنه 21 هاي عليهم تضحكون ميزانيه خاويه هذا الشاوي من انسان طاقته ومن حق ولا يمثل العراق اخوان يجب قضاء على هاي الحكومه الفاشله تقوم بالله العظيم اذا بقينا سنه وحكومه فوق اللي ياخذ النسوان من عندنا تقوم بالله العظيم وهذا كلام انا مسؤول عنه لان هذول اراضي جابتهم امريكا وايران سلطتهم على اسياتهم على تونسوسهم على العراقيين شوف هاي كلها المعنى والاستخلاف يقرون كل برلمان مليون مال قرطاسيه وكاي اي قرطاسيه وقبلها 3 ملايين مال بدل ايجار وكاي بدل ايجار أنا ساد على وسكم، ليش ساد على وسكم؟ لأن أنا ابن العراق، أنا عراقي ابن عراقي، مأجل 200,000، أنت شنو 3 ملايين يا حلبوسي؟ والله ما عندكم غير ولا عندكم شراب، حلبوسي وغير حلبوسي، ولكم هذه إذا مو خالصكم عمتكم الجاي تصرخ، إذا مو خالصكم بنت خالصكم، هاي اللي رايحة أبنائها اللي كلها رايحة إلى 5 و6 و7 إلى 11، ويطلعون يقولون ما في هذا الشيء، وإنما هذول الناقصين جماعة الفتح هذا محمد من البصرة يقول له سألوا عليهم بالرقة لو سألوا عليهم بالغازي وكان عليهم تضحكون الأساس تستخفون ببلاد عراقيين آلاف مؤلفة ذبحتوها آلاف مؤلفة مغيبة 30,000 مغيب معنا قتلتوهم نساوين داعت بالشوارع نساوين أرامل أطفال أيتام أنتوا شو تسوون بعدين بالسياسة يا سنة يا ما عندكم أصل أنت المفروض تقولون معارضة حقيقية وتقلون حقوق الأبناء محافظاتكم يا ما عندكم شرف أنتوا علم العايشين وهاي أبنائكم مو هذا مو هذولا يعني أنت
تطلع نساوية تسحب من السلوك بلايتات ما نسويها. احنا صلاة، احنا اسجاد العالم، احنا اسجاد العرب. ما تطلع نساوية تسحب ولا نطلع نساوية الدم بالزباين. هذا لازم تنتهي، هاي العملية السياسية تنتهي. لا تسمع الفاضي الكاظمي، انا تعجبك في ناس تستاهل من الكاظمي، هو من الكاظمي. واتعجب تقول هذا الاب الرعي وكان مو اب رعي، هذا ارمله ابن ارمله. هاي انا ما ادري تقول ايش ايش علاقه بين ليش وقت تكون ساكتين؟ اخي اسد نعم، عندي تلفزيون والله العظيم مثل نازل العزاوي ادق الشاشه يلا يشتغل. بسم الله العظيم هالساعه قصه من داع وتدخل بخطيتي، بعد ما عندنا تحمل ابد، ما عندنا قابليه ابد. شبابنا كلها انقتلت، شبابنا كلها زبعت، يروح دورهم بالغازي. علي انت تقول انت شلون تجلس تعرفون وين الناس انقتلت اللي ما عندها. مهما يكن مهما يكن ابو ياسين، مهما يكن نتعامل ويا الشعب العراقي، هو شعب، الشعب العراقي ما له دخل ولا معتقدات الشعب العراقي لها دخل. ما اقصد الشعب، اقصد الحكومه السياسيين. اذا 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 نحكي على الحكومه فاحنا يعني ما نقبل وما نسمح ابو ياسين، ما نقبل وما نسمح للسب والشتم بالبرنامج. انا سبعه سياسيين يا عسل، بعد ما عندنا تحمل جوع وعراء وعطش وضيف. اليوم الصيف الحار ساعتين ساعتين كهرباء، ايش قدمت 17 سنه يا اسلام؟ طيب. انا ما اقصد الشعب يا اسد، اقصد السياسيين. السنه شلون تتحالف يا سياسيين؟ هم ايرانيين مو شيعه، الشيعه تاج عراق. طيب شكرا 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 لك ابو ياسين. مشاهدينا الكرام صوتكم متواصل وياكم، ابقوا ويانا ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، هذه التظاهرة كانت في محافظة البصرة اليوم. أم عبد الله من بغداد ويانا، حياك الله. حيا من قال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لحضرتك ولقائك الشريف ولكل العراق الشريف. أستاذ حضرتك تقول الحكومة العراقية أخذت ثلاثة أشهر من الرواتب، لا أربعة أستاذ. تسمعني استاذ اسد؟ اي دا اسمعك. اربعة اشهر، لانه احسب عشرة يعني دخول على ال 12 شهر يصير 480، نقص 360 يبقى 120، 120 قسمها على 30 اربعة، اربعة اشهر استاذ. انا يعني مو يعني انت قسمتيها ايش، بس احنا اذا كل شهر دا ينحسب 40 يوم حسب ما هم اقروا، فهي السنه ما بها 408، هي السنه بها 365. 300 40 يوم الشهر في 9 يصير 360، فتبقى 3 اشهر حتى يصير 12 سنه وتكمل السنه. كما سواء 480. نعم. استاذ طبعا اسمح لي، ترى كلش هوايه اسباب وصلت العراق والسورية واليمن والجانب الشرقي من الوطن العربي، اسباب دمرت
العراق بالدرجة الأولى. أولا عندنا إحنا العراق هسه راح النظام السياسي السابق، المفروض الحكومات العربية هي اللي ساهمت في عملية تدمير العراق. من اللي يشوفون الوضع الاقتصادي في العراق، وعندنا جامعة عربية المفروض أكو تكافل اقتصادي، التكامل الاقتصادي هو أنه الدول العربية محتاجة من دولة، من خضروات، من إنتاج زراعي، من أي شيء تنطيها الوحدة الثانية. ليش الدول الخليج والدول العربية اللي ما عندها الزراعة يستوردون من الخارج وما يستوردون من العراق؟ هاي درجة أولى. الدرجة الثانية أو النقطة الثانية أستاذ، الحكام العرب هم اللي سبب في القضاء على النظام السياسي ووصل العراق إلى هذه الحالة، وكلهم دفعوا فلوس الحكام العرب الأكثرية زين في سبيل القضاء على صدام، ودخلوا الاستعمار الأمريكي والاحتلال الأمريكي والإيراني إلى داخل العراق، وهاي الحالة كلها في سبيل أنه يدفعون أذى إيران خلوها وين؟ على العراق. هاي النقطة الثانية. الثالثة يا أستاذ، انعدام القانون. من ينعدم القانون في أي دولة؟ يعني ينعدم كل شيء بكلمة الشرف. أنا اليوم جندي عراقي نزل إلى الساحة ليدافع عن شرف بيته من منظام، يعني وصلنا إلى هذه المرحلة يا أستاذ، إنه الشخص الذي يدافع عن شرفه ما يقدر من قبل الحكومة. إحنا وين وصلنا؟ زين، بالإضافة إلى هذا، مو أنت أستاذ لا تقول إنه الشعب العراقي ما إلى سبب في بعض المشاكل. أكو مثل عندنا العشائر العربية، العشائر عندنا عشيرة أبو عشاب في الرمادي، عندما دخل وزير الدفاع للاعتذار من قبل أهل الأنبار لأنهم بحثهم بأنهم دواعش، من دخل ديوان البعثاف قدموا الضيافة، أصلا ما كان أكو احتجاج أو كلمة غاضبة ضد موقف وزير الدفاع، كلهم استقبلوا ولا طلع الشعب الأنباري وأعلن أنه عن معارضته لهذا الموقف. زين، كل العشائر اللي موجودين بالديوان كانوا محضرين فايلات تعيينات وفايلات ما ادري شنو خليها جو العدي، انه وقع لهم اصلا ولا كانه اكو مشكله ولا كانه اكو ضربه الشعب العراقي او ضربه اهل الانبار. زين، هذا موقفنا احنا كشعب عراقي، احنا ترى احنا السبب، ترى كله احنا جبناهم هذول المسؤولين واحنا صفقنا لهم، احنا صفقنا للاحتلال الايراني والاحتلال الامريكي. طيب يعني كل هذا الشيء احنا تريد تقول انه العراق شلون راح ينحل؟ شلون راح ينحل؟ اصلا احنا مشكلتنا اصبحت عقيمه لا تحل. زين، خلي انا اطلب من السيد مصطفى الكاظمي انه حل مشكله الرواتب، لأن في زمن الطائفية أستاذ كل سني لم تو ترفيع ولم تو علاوات ولم تو كل شيء، كله في سبيل الطائفية، وهم عززوا موقفهم الشيعة اللي موجودين في الدولة، فأي شيء موجود بالوظيفة. أم عبد الله، يعني أنا بس أريد أعقب على هاي النقطة بالذات حتى نكون منصفين، ويعني اعتذر منك لانه الوقت راح يدركني وعندي رسائل واتساب وعندي اتصالات، انا جدا شاكر لك، لكن لكن خلينا نكون صريحين، لا نظلم اخواننا واهاليتنا الشيعة في الجنوب بافعال البعض. انت اللي بالدوله والموظفين هم المحسوبين على احزاب، لانه لا ابن البصره لاقي وظيفه ولا ابن العماره لاقي وظيفه ولا ابن النجف لاقي وظيفه الا ابن الحزب او اخو فلان او ابن عمه فلان. فاحنا خلينا نكون شويه منصفين بحق الشعب العراقي، لانه لو اهالي الجنوب اهاليتنا واخواننا الشيعة في الجنوب لاقين وظائف ولاقين كهرباء ولاقين مي، ما كانت حال البصره وحال النجف وحال العماره عالم اللي دا نشوفه هسه. ابو ياسين من بغداد، حياك الله. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. حياك اخي. انا اوجه كلامي للناس اللي انضموا للاحزاب من 17 سنه، اريد اقول لهم شنو اللي استفاديتوا من هاي الاحزاب الايرانيه هاي 17 سنه؟ اولا لا كهرباء، الكهرباء زينه قبل، لا مي، لا زراعه، لا صناعه، لا امن، لا امان، حتى حرمت الحمامه من النخله
اللي كان عيشة بالنقل وهم بصيت النقل شنو؟ زين أنا هسا أنا أعلق صورة شخص خلي نقول مقتدي أو غير الآمر قال من أعلق صورة هذا الشخص غير يكون مستفاد من العراق وشعب العراق يا بهذا مفرنا أمين وأمان وقوى اللحمة العراقية يعني إيش قد ما هي كانت قوية هذا ولا قووها هذا أعلق صورة بس أخي كل شيء ما مستفاد منهم العراق نعم بس مال بوق وقتل وحزازية بين العراقيين شنو اللي صنعتوه فإخواني انتبهوا على بلدكم نعم. هؤلاء ترى ما يفيدونكم والله بيناتهم جايين جمعون بالليل ويضحكون عليكم انتو مو هو بيكم فلشوا البلد بيكم فلشوا الموصل بيكم فلشوا ديالة بيكم وقعوا حتى الحدبة بيكم ضربوا الإمامين العسكريين اللي بتامرة شوية اصحموا هذا بلدكم لا تصيرون مضحكة أنا جاي أوجه لكم رسالة كأخوكم عراقي أخوكم وطني فانتبهوا على بلدكم وهذا هؤلاء كلهم راح يولون ترى مفكرين للشردة وحتى هاي خمال كورونا من يقول لك 100 و200 أو 300 ترى كله كذب هذا نعم. يريدون يقضون على العالم ما يريدون العالم تطلع ضدهم وعندك هذا الآمري ترى يريد ينهزم خلي يسمعون الشعب العراقي وخلي يسمعون الناس اللي منضمين إليه ترى يريد ينهزم أخي والله هؤلاء هم اللي حاربونا من سنة 80 إلى 88 وسنة 90 انضموا مع أمريكا وإيران ضد النظام العراقي الوطني نعم طيب أنا أعتذر منك بس صدقا يعني ما بقى عندي وقت هواية شكرا جزيلا لك علي من هولندا حياك الله تحياتي لك أخي العزيز تحياتي لكل المستمعين سيدي هناك سياسة نظرية المؤامرة تتطبق 100% على الساحة العراقية نعم يعني ليش ما احنا نضل نضرب من هذا ونروح لهذاك ونجي هذا يعني لا خلينا نكون واقعيين يعني الآفاق للتاريخ واضحة كوضوح الشمس بأن العراق هو ذلك العراق ذاك التراث العظيم الذي نحن فيه نتخبط به ولا نحافظ عليه لكن لا نملك الإرادة بالحفاظ على هذا التراث الذي هو هبة من الواحد الأحد لنا أمريكا المتغطرة ستتشدق بأنها تحامي الشعب العراقي كما قال بومبيو قبل حوالي يوم أو يوم ونص ها ونتج تجلب الحرية للعراق لكنه يكذب لأنه تأتي بجيوشها لتعبر بأيديها معلنة للعالم بأنها تحقق الحرية للعراق يكذب بأنه إن عمليات السرقة كل ليلة يحدث في البصرة وغير البصرة ليش ما نحن نحكي بالأساسيات ها بالليل تسرق يسرق النفط والثروات الأخرى كالزئبق الأحمر الغاز العقود كل شيء ها لكن احنا نجي نقوم نشدق بكذا كذا كلامك كلش وجيه عندما قلت قبل قليل بانه لا نريد احد يسب ونسويها لا مو هذا القصد هذا من حركة قلوبهم ارجوك رجاء خليهم يرجوا لكن يجب ان نتخذ الاسلوب الاخر حكومة اللي تعتمد على الطائفية فان عمرها قصير لان لا تملك قيادة سياسية حكيمة كي تحمي نفسها وتحمي المجتمع فإذا اتخذت الحكومة خط التجزئة يحدث انهيار في القوى التعددية الديمقراطية الموجودة الآن شوفوا شلون يشدقون يمنا ويسرق أما اتخذت الحكومة المنهج الديمقراطي سياسيا والمنهج الديني بالتزييف والنفاق اجتماعيا فلن تحدث اضطرابات ولكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان واغتصابها كما يحدث الآن في العراق وفي الدول العربية نعم. أما إذا اتخذت الحكومة المنهج الديمقراطي والابتعاد عن المنهج الديني هنا على الأخلاق مثل هذه الحكومة بالعالم العربي والعراق والإسلامي كما في تركيا العلمانية هنا أنا مو أعترض إحنا لا ضد الديمقراطية ولا ضد المنهج الديني ولا إحنا ويا الديمقراطية ولا إحنا ويا المنهج الديني إحنا ويا المنهج الديني السليم رسولنا الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام بنى دولة على منهج ديني لكن كان بها عدل وكان بها مساواة وهاي الدولة كبرت واحتلت الأرض من المشرق إلى المغرب أحسنت لأن إذا هناك سياسة صراع فنحن لسنا ضد السياسة الدينية ولا ضد الدين نحن ضد الظلم تحت أي مسمى سياسة الصراع موجودة أخي لأن التفكك في خطية خطة التوازن العراقي نتيجة التدخلات في الشؤون الداخلية ابتداء من الحاكم وانتهاء كان بالمركز نعم صح ولا لا
أما التفرد بسياسة الأنظمة وخصوصا بالعراق كما يحدث الآن في الساحة، تنتقل من علاوي والزرفي وال نعم صحيح صحيح عبد المهدي وغيره. أنا يعني شاكر 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 لك أخ علي، بس أعتذر منك، عندي رسائل واتساب أرد أحاول أقرأها وبقت لي فقط 3 دقائق. شكرا شكرا جزيلا لك. أول رسالة عندي أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، الاحتلال الأمريكي درب العملية السياسية الفاسدة في العراق، صنيعة الاحتلال على كل طرق الفساد في العراق بسهولة، سحب سيولة المال العام وهدرها لأنه لا يوجد مسؤول في العراق، تآمروا على تدمير كل مقدرات وموارد الاقتصاد وثروات العراق وتدمير الطاقة الشبابية في كل مجالات العمل والوظائف بشيء بسيط ومبلغ زهيد اسمها العطالة البطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة أخرى، أرجو قراءة رسالتي. السلام عليكم، يوجد رابط لدعوة للشكوى ضد عائلة السستاني وعائلة الخوئي وعائلة حكيم وكل من يحمل الجنسية البريطانية للدكتور لطيف يحيى، يجب أن نصل 100,000. شكرا جزيلا لك. مساء الخير أستاذ أفت، تحياتنا لبرنامجكم المحترمة. هذولا يريدون عراق يبقون 5 مليون، هذا تخطيط أمريكي وإيراني. تحياتي لك، أبو يوسف من بغداد. مساء الخير أخي أفل. أم سيف من الدورة، اليوم الذكرى السوداء في تاريخ العراق في ظل حكومة السراق العملاء على يد المالكي الذي سلم الموصل لداعش وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا بأبنائنا وتحملوا الكثير من المآسي، فيجب أن يقاضى المالكي وأعوانه والميليشيات القادرة على فعلتهم الشنيعة. أرجو قراءة الرسالة. السلام عليكم، والله هاي الحكومة دمرت أبنائنا المعتقلين ووضعتهم في سجون الظلم وجعلت عيون الأمهات تدمع لرؤية أولادها، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتفرج على دموع الأمهات وشوقها لأبنائها. نطالب الثوار بإقامة تظاهرة كبيرة للمطالبة بإخوانهم المعتقلين ولا يتوقفوا حتى إقالة الحكومة بالكامل. السلام عليكم، الشغلة وصلت لقطع الرواتب وأرزاق الناس، ها يا عراقيين راح تظلون ساكتين؟ بالعافية عليكم. السؤال الأخير أرد وجهه، هيثم الجبوري النائب في البرلمان يقول راتب رئيس الجمهورية الحالي هو 35 مليون دينار. بس احنا نريد نوجه السؤال للحكومة وإلى أي واحد، 35 مليون دينار على شنو؟ جدي يسوي هو؟ أكو اختراقات للدستور؟ هو حامي الدستور وقف حتى يحمي الدستور؟ لا. سيادة العراق دي حامي إلها؟ لا. مطالب الشعب اللي هو المفروض رئيس هاي الجمهورية وهو اللي يمثلها بالمحافل الدولية دي طالب إلها؟ لا. حقوق الإنسان دي يركض وراها؟ لا. حقوق الناس دي يركض وراها؟ لا. فراتبه 35 مليون دينار على شنو؟ و35 مليون دينار من يطلع 80% من عدها راتب تقاعدي؟ صلوات على محمد. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر في برنامج صوتكم، موضوع جديد إن شاء الله. في أمان الله.